ملكوت خلقه الله ولا عمرنا عرفنا ماشي في اي اتجاه احنا وظروفنا يمنا ينده لنا شمالنا يلقفنا ضد مكان مضحك جدك كبير قوي يكسبنا وسكك بتتغير ماشيين بأمل إنما مش مفروشة لنا ورد بتاخدنا دنيانا هيانا أوقات على أخوانا بنكون في أبعد سما هل كنا حاسبين خطوينا وبكره ست مغريه بنشم على ظهر ايدينا كل احنا مثلا انبيه ضحك الزمان فجاه علينا وهرانا كلنا سخريه طلعي قال الرجل الدب بمكان ما تحب جدك كبير قوي يكسفنا
ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ استنى عشان املاح. يا فرج الله، طيب يا حلوين. يا عيني يا ريت مالكش النوم اللي هنا بتطلع تناموا في سريرك الله يقطعكم.
حلو. لا ناوي ازاي؟ اهو انا معاك اهو. بقول لك ايه، سيبيني انام بقى عشان انا تعبت من الكلام ده. روح اخ بيوتكم. فين البتاعة راحت اهي؟ انت ايه اللي اخرك كده يا مرسي؟ انت كنت فين؟ كنت بجيب لك حقك يا عباس. حقي ايه؟ امسك. ايه ده؟ فلوسك، كل دي فلوسك انت. جبتهم منين دول؟ من بيتك يا عباس. انت رايح تشحت عليا يا مرسي؟ لا انا لا شحت ولا مديت ايد، انا جبتهم بطريقتي. انت بتشتغل ايه؟ حرام هكون شغال ايه يعني؟ مضيف جوي. اتقابلت معاك في السجن في العراق وعشنا في زنزانه واحده، هطلع ايه في الاخر يعني؟ انت مش قايل انك مسجون سياسي؟ ما دي كمان سرقتها، سمعتكم كلكم بتقولوها، والسرقه عاوزه سياسه، انا سياسي. بتسرق فلوس ولاد يا مرسي؟ انا لو حرامي يا عباس ما كنتش جبت لك فلوسك اللي جت عندك. انا لو حرامي كنت سرقتك زي ولادك ما سرقوك. انا رجعت لك جزء من حقك اللي ولادك كلوه. ده جزات ان انا بحبك يا عباس. الفلوس دي لازم ترجع، انت فاهم؟ ترجع ازاي؟ زي ما جبتها ترجعها يا مرسي. ازاي وانا صاحبهم من البنك؟ انا عيني طلعت عشان اجيبهم لك. يعني انا قاعد معاك الوقت ده كله وباكل حرام في حرام، وانا فاكر انك شقيان وتعبان عشاني؟ وهو برضه شقي، هو يعني السرقه دي بالسهل؟ انا هرجع الفلوس دي. ترجعهم ازاي؟ بيبرس لو شافك هيبلغ البوليس. وبعدين بقى الفلوس دي لازم ترجع قبل ما يكتشفوا السرقه. لا مش هيكتشفوا حاجه، انا شغلي نضيف، لا شباك مكسور ولا خزنه مفتوحه. بعدين هما مش هيحسوا بالسرقة عشان عندهم هم ما يتلم. انت شايف ان الفلوس دي حرام؟ طبعا حرام. حللها. ما انت فالقني بمشاكل سلوى ومحمود ومهجة، وعامل لي قلبك دار ايتام. كبشة من دول يحلوا المشكلة، ونعمل سبيل مية ساعة، ونجيب عجل نذبحه ونفرقه على الغلابة، وانا توب على ايديك. بس خلاص، عايز خير اكتر من كده ايه؟ انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ أنا مش طايق أشوف وشك يا مرسي. اتفضل يلا. يا عباس، ده أنت اللي قاعد معايا. يبقى مش هقعد معاك دقيقة واحدة بعد كده. بوليس، أنا كنت حاسس إن هم قاطريني. افتح يا مرسي، أنا أبو الوفا. الله يخرب بيتك يا أبو الوفا. خير يا معلم؟ حد يخبط على ناس في ساعة زي دي؟ أصلي راجع من صلاة الفجر، سمعت صوتكو قلت أصب. صباح الخير يا معلم. صباح الخير؟ النهاردة أربعة في الشهر. عارف، والله العظيم عارف. ولما أنت عارف فين الإيجار؟ حاضر من عناي. أنا مش عايز عينيك، أنا عايز الإيجار، ومش الشهر ده هتدفع 75 جنيه. ليه؟ ما احنا متفقين من الأول على 50. والجدع اللي ساكن معاك ده كان في الاتفاق من الاول؟ الله،
واحنا نازلين في الكندا دي شقه ان شاء الله قاعد فيها 100 واحد، شقتي وانا حر. تبقى تتكل على الله انت وصاحبك، الشقه لازماني. الله يتكل على الله، دي ما تخليك حلو كده وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم طولك يا روح، هات الفلوس وخلصنا. ساعه زمن اكون عندك، الشمس لسه ما طلعتش، احنا هنطير. وليه ما تدفعش دلوقتي؟ ما بحبش اطلع فلوس قدام حد. ليه يا اخوي؟ بتتكسف؟ لا بتشائم. اه خلاص ماشي، ساعه زمن بالكتير والفلوس تكون عندي. تدفع 50 تمشي، تدفع 75 تقعد. سلام. انت راجل معفن. بس اديني 75 جنيه. من ايه؟ من الشنطه دي، بدل ابو الوفا مترودنا من الشقه. الشنطه دي محدش هيمس منها مليم واحد لغايه ما ترجع زي ما هي كده لاصحابها. الراجل ده ما بيرحمش يا عباس، وبعدين يبقى معانا شنطه فيها دولارات واسترليني ومش عارفين ندفع ايجار اوضه. يا عباس هتسيبني لوحدي في الورطه دي؟ بعدين بقى انا كنت عارف ان انا مش هقول عليك. انا بعت كتب بخمسين جنيه، اتفضل اديهم لصاحب البيت وبكمل الباقي. طب اكمل الباقي من ايه؟ هو انت؟ انزل يا اخويا انزل، هتنزل بالزوق ولا نزلك بالعافيه؟ هات. اتفضل انت اصلا. خده على البوكس. السيود هتدخلها منين دي؟ يا استاذ واقف كده ليه؟ في حاجة؟ لا لا لا. تعالى هات شيل الشنطة دي، أنا عم أخد. لا 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 خفيفة يا عم تهمة. ما يصحش برضه يشيلها لك. شاكرين قوي. ربنا يهدي سره، بقاله مدة طويلة غايب عن بيته. سلوت في. اهلا وسهلا، اتفضل. صباح الخير. يسعد صباحك يا اخوي. ما الاولاد مش هنا ولا ايه؟ لسه حالا خارجين يا اخوي. خير مالك؟ لا ولا حاجة، ممكن اطلب منك خدمة؟ عيني يا اخوي. تشيل الشنطة دي بس عندك. حاضر من عيني. ايه ده؟ فيها ايه الشنطة دي؟ فيها اوراق مهمة كده، واحد صاحبي سايبها أمانة عندي. حاضر. خلي بالك منها يا محمود. ما تقلقش، ما تخافش عليا، أنا لحظة. هتشيليها فين؟ حطيتها في مكان ولا الجن الأحمر يعرف مكانها، تحت السرير. طيب أستأذن. إيه أمال طبق البليلة العسل اللي أنا شايلاه ده مين ياكله؟ ما هو ما يصحش بقى، الأولاد مش موجودين يعني. وما يصحش تنزل، ده أنت توك طالع، أهل الحارة يقولوا إيه؟ مش طايق يبصوا في الشقة؟ زمان العيال جايه يا اخويا، ده انت وحشنا قوي، قصدي وحشهم قوي. معلش يا محمود، دايما الاقيكوا كده. يا ريت يا ريت تقلقنا على طول. اتفضل اتفضل اتفضل. اجيب البليله بقى ولا اعمل شاي ولا اي حاجه؟ ده هم 5 دقايق وماشي على طول.
تمشي تروح فين؟ ده انا ما صدقت لقيتك. اصلا انا امبارح حلمت حلم كده يا اخويا مش فاهماه. قلت يا بنت يا مهج ما فيش حد هيفهمه لك غير لطفي. خير اللهم اجعله خير. قال حلمت يا اخويا ان انا عطشانه وبقالي سنين ماشيه في صحراء ما فيهاش حاجه وما فيهاش نقطه ميه، مره واحده لقيت بير. الله، يبقى ربنا اراد. اراد ايه يا سلطفي؟ العريس جاي. عريس؟ يا كسوفي عريس؟ معقوله؟ صحيح انا حلوه ولسه صغيره، لكن خلاص البنت بقت طولي. معقوله افكر في الكلام ده؟ راح لبعيد قوي. انا بتكلم على لبنى محمود. لبنى مين؟ بنتي؟ يعني انا احلم والبنت تتجوز؟ طب خلاص خليها هي اللي تحلم وانا اتجوز المره الجايه. خير خير خير. اللهم اجعله خير. يا حتى الضحك باظ من ايه نضحك معاه. الله يخرب بيتك يا مرسي. قول ورايا وحيد وركز شويه، ما تتعبنيش بقى، انت وجعت قلبي. انت ايه ما اتغديتش؟ انا برضه انا ما اتغديتش يا عم طاهر. انت اللي عاوز تتغدى، قول كده يا عم طاهر. بس يا ولا بلت ادب يا ولا. هاي يا ست محمود، تعالي شو ابنك تعبني قوي مش مركز معايا، ده ناقص غذا. هو برضه اللي ناقص غذا. قوم يا واد يا وحيد، قوم عشان تتغدى في المطبخ. مطبخ؟ مطبخ ايه يا ست محمود؟ خلاص يا عم طاهر ما تزعلش، هحضر لك لقمة. ايوه ربنا يكرمك، بس وحياتك بلاش النواشف، اصل وحيد ما بيحبش النواشف، يا ريت يكون ظفر. قول ورايا يا سيدي. الف ارنب. وعدنا يا رب. ب بطة. من بقك لباب السما. ت طعمية. طعمية ايه يا فقر انت؟ ايه طعمية دي؟ ماما، هي ايه الشنطة السودا دي؟ لقيتها تحت السرير وانا بنظف، بتاعت مين؟ دي اكيد الحاجات اللي بابا قال لي عليها اجيبها لك. طب ما تفتحهاش عيني. لا بابا قال لي، لا بابا قال لي اجيبها لك. بالله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، ده كنز واتفتح. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي جاب الحاجات دي هنا؟ هي الحاجات دي كلها بتاعت بابا يا ماما. بس يا واد، لم معايا يا لب، لم دول امانه، حطوا الحاجات دي في الشنطه. شنطه؟ شنطه ايه دي؟ ولا خزنه البنك الاهلي؟ ابعد يا راجل، انت داخل بكرشك كده ليه؟ هو اكل بقى كده برضه يا ام محمود؟ معلش ما كانش العشر، بس لطفي يستلم الورث بتاعه وتخبي علينا. عمون زي بعضه ياك، بس لطفي من حب جانب. جابك راجل حشر. بص يا بنت، هنا ولا هنا لحسن تكون حاجه واقعه. لا لا مفيش حاجه وقعت يا ست محمود، كل حاجه في مطرحها، كل حاجه في الشنطه. سيبنا في حالنا يا عم طاهر، انا مش هيقالك. ماشي ماشي يا عمون، ليا كلام مع حبيبي لما يجي لطفي. انا عرفت دلوقتي ليه هو بيغيب عن الحرم الاسبوع ويمشي ما يجيش ليه، عنده حق. يلا يا بنت خد اخوكي وادخلوا جوه من قدامي. يلا يلا يا وحيد. يا ترى يا سلطفي جبت الفلوس دي منين؟ حد يقول لي يا جماعه الدولار بيعمل كام النهارده؟ يعمل 7 جنيه يا عم طاهر. ليه؟ هو انت ناوي تتعامل بالدولار؟ مش انا طول الله في برسيمه. يعني الورقه من 100 دولار تعمل لها كام يا ابو زيد؟ ده ايه حكايتك النهارده يا عم طاهر؟ دماغك اتلبخت ولا ايه؟ يا اخويا رد عليا، بلاش التريقه اللي انتوا مش فاهمين غير فيها وبس. تعمل كام؟ تعمل لها بتاع 700 جنيه. اه يعني 100 دولار يعملوا 700 جنيه. ال 1000 دولار يعملوا 7000 جنيه، يبقى الرزمة تعمل لها 70000 جنيه. 70000 جنيه يا غدر، ده غير الشنطة بقى اللي مليانة رزم رزم رزم، والاسترليني والذهب والألمازات اللي بيطلع لك. جرالك ايه يا راجل انت؟ مش جرال انا، ده هجرالك انتوا لما تسمعوا الخبر يا علوش. خبر ايه يا عم طاهر؟ بس تعالى لي انت يا حبيبي، تعالى لي يا ابو سلوى يا مفتح قوي اللي رفضت تتجوز بنتك لابن المليونير لطفي الجناين. ايه يا عم طاهر؟ ده مش مليونير، ده شحات. اخلص يا دي غاب، انت ما تتكلمش. يالا ما تفهمنا انت يا كوتشي،
عمرك بقى يا معلم السلطان شفت بنك متحرك بيمشي في الشارع على رجليه؟ بنك؟ ما شفتش. ما تصطبح وتقول يا صبح يا عم طاهر واقول لك كلمة حلوة بقى. بقول لك ايه خلاص يا دي انت، انا بكلم ابوك ما بكلمش عيالي. هلا ما تخلصنا بقى يا عم طاهر، حكايتك ايه النهارده؟ الله، انا اقول لك لطفي بيه الجنايني بيه؟ لا لا لا، لطفي باشا الجنايني برضه؟ لا، لطفي بيه باشا الجنايني المليونير. ها يعني كل واحد فيكم محروق على كام ملطوش اللي لكم عنده؟ هيديهم لكم على الجزمه القديمه. هيديهم لهم منين بقى يا عم طاهر؟ لا هيديهم لهم منين؟ ده انا شفت بعناية اللي هياكلها الدود دي، شفت الشنطه وهي مليانه كان هيغمى عليا. لا ورميها فين؟ رميها تحت السرير. قول يا معلم سلطان. ايوه يا عم طاهر. اللي عنده شنطه زي دي فيها ملايين ويرميها تحت السرير والواد وحيد يلعب فيهم، ها؟ يبقى عنده سيوله كام؟ معقول؟ معقول الكلام ده يا عم طاهر؟ بس ده قال ان ظروفه صعبه وما معهوش فلوس. يختبر بيقيسك. المليونيرات اللي زي لطفي باشا الجنايني دول يحبوا يعرفوا بيتعاملوا مع مين. اسمع ابو سيد، انت عاوز الايجار؟ عندي وانا هديهولك. وانت معلم سلطان، حق اللحمه الشغل كان واخدوها منك انا هسددهولك، وبعدين انا هبقى اتحاسب مع لطفي باشا الجنايني حبيبي وروح. صلاه النبي، صلاه النبي، لطفي باشا الجنايني جاي اهو، المليونير وصل اهو. الحمد لله على السلامة يا سلطفي. معلم خميس نضف كرسي سلطفي. كرسي ايه يا سلطان اللي انت بتقول ده؟ عيب اللي ما اتفضل اتفضل جنب انا هناك. معلش انا مستعجل وانا نازل اعدي عليك. هم 5 دقايق مفيش غيرهم. بقى يا راجل يا طيب برضه تكد على اهلي حتتك كده. خبي معقول؟ معقول تقف في الشارع يا لطفي بيه؟ اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا، نور القهوة عندي. اتفضل، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا بالباشا، اهلا بالباشا، اتفضل يا باشا، اتفضل. اهلا اهلا، هطلب لك شاي يا سلطفي. شاي يا راجل انت حمار. فخفخينا فخفخينا. مش هلحق والله، مش عايز. قاعدين بقول لك يا سلطفي، الله يبارك عليك يا امين. امبارح كده قعدت مع نفسي بقالي مده ما اندمنتش، قلت ادندن فكتبت كده كبيت شعر. انت بتكتب شعر؟ ليا شويه محاولات كده لما بكون مبسوط رايق 24. اسمع يا سيدي، شوف يا سيدي، يا ايها الرجل العظيم الشاني، انت غني وليس شخص تاني. والله والله ومالك عليا مين، الكلام ده كله كدب من وحي كده. وحصل ايه يا عم طاهر؟ لا لطفي بيه، ما حصلش ايها حاجه. لا بقى حصل وحصل. يا راجل خليك محضر خير، دي مصارين البط بتتخانق. ولطفي بيه بقى عارف معزته عندي انا بالذات قد ايه. واذا كنا يعني غلطنا في حقك كده ولا كده، حقك عليا يا لطفي بيه. خلاص يا استاذ فرج، اللي حصل خير. ده اذا تنازل لطفي بيه بطيبه قلبه عن حقه، انا ممكن هسمح لاي حد يدسه على طرف. يا راجل خليك محضر خير. خير ايه؟ بلا خير بلا بتاع. خلاص يا عم طاهر، خلاص انا مساعدك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا باشا. مع السلامه. بقول لك ايه يا لطفي باشا؟ طبعا دلوقتي الوضع اتغير وانا فاهم كويس قوي قوي، عشان كده انا عاوز من سعادتك يعني تنبه على الجماعه فوق يبقوا يسكوا الشقه نفسهم كويس. حاضر يا عم طاهر، حاضر. مالهم النوم؟ يا سلام يا سلام، باشا ومليونير بصحيح. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام. بابا خش جوه يا لبنى. سمعتيني يا بنت؟ خش جوه. الشنطة دي بتاعت واحد صاحبك زي ما قلت لي يا سي عباس؟ لا. والحاجات اللي فيها بتاعتك يا سي عباس؟ لا. طب خد شنطتك واتكل على الله. انت فتحت الشنطة. استغفر الله العظيم يا رب. انا هقول لك كل حاجة. لا تقول ولا تعيد. سيبنا في حالنا يا ابن الناس وخد حاجتك بقى. الفلوس دي مش بتاعتي. ما انا عارفة انها مش بتاعتك. يا لو كانت بتاعتك كنت انا هزعل ليه يعني؟ قصدك ايه؟ انت تعمل كده؟ انت تمد ايدك يا سلطفي؟ انت تسرق؟ انت فاهم ان انا اللي سارق الفلوس دي؟ لا، لقيتهم في الشارع. دي امانه وانا هرجعها تاني. امانه؟ وده مين يا اخويا اللي هديك كل ده تشيله عندك امان؟
بعدين هتفهم ماما. لا بعدين ولا قبلين، حد الله ما بيني وبين الحرام طول عمري. والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا ما سرقت الفلوس دي. طب جبت الفلوس دي منين؟ طمني، ريح قلبي. انا مش هقدر اقول دلوقتي، بس ريح قلبك على الاخر يا محمود، عباس الدميري مستحيل يمد ايده على فلوس حرام. انت مصدقاني؟ مصدقاك والله مصدقاك. حبيبي ايه اللي جابك؟ ده ايه المقابله دي؟ يرديك المقابله دي يا استاذ مهجه؟ اتهزق في بيتك؟ لا يا اخويا ما يصحش. انت عايز ايه؟ وحشتني، مش قادر على بعدك، بحبك يا جدع. اسيبكوا انا بقى يا سلطفي واعمل لكم الشاي. يا ريت يبقى رز بلبن يا استاذ مهجه. ايه يا جدع قلبك الاسود ده؟ بذمتك جالك نوم امبارح؟ انا ما نمتش طول الليل. الشقه وحشه من غيرك قوي يا عباس. انا مش هنام ولا هيغمض لي جفني غير لما الفلوس دي ترجع لاصحابها. هترجع هترجع، انا خلاص لقيت الحل. ابعدنا عن حلولك الزفت. اسمع بس، انا هرجع الشنطه واقول ان انا لقيتها عشان ناخد المكافاه 10% ونقسمهم انا وانت. انت مفيش فايده فيك، هتفضل طول عمرك نتن. خلاص رجعهم انت بمعرفتك. انا عايز اعرف انت ازاي سرقت الفلوس دي؟ دخلت الفيلا منين؟ شفت بقى، شفت ان كل صنع عليها اصول؟ اهو غرقان في شبر ميه اهو، مش عارف ترجعها. سيبهم لي انا ارجعهم. رد عليا، ادخل الفيلا دي ازاي؟ هقول لك. شوف يا سيدي، انت ما تقربش من ناحيه مدخل الفيلا دي خالص، انت تلف من ورا. هتلاقي حته مظلمه وساكته، ما فيهاش صريخ جنيه، هتقدر تنط من فوق السور. نفسك جوه الجنينة. ما يخرب بيتك يا موسى. بس اوعى تنسى الشنطة. تتسحب في الضلمة لغاية ما توصل الفيلا. من ورا بقى هتلاقي شباك الحمام. انت بقى وجدعنتك اتشعلق وخش. أول حاجة تعملها اتأكد إن محدش موجود، بعد كده تخرج على الصالة، هتلاقي المكتب في وشك، تاخد بعضك وبعداوة تتحرك ناحيته. شوف كنت هنسى، خلي بالك في السكة في ترابيزة هتلاقي عليها قصرية ورد، حاول تبعد عنها خالص. أول ما توصل المكتب افتح الباب وادخل واقفل وراك.
في المكتب بقى هتلاقي رسمة كبيرة على الحيطة وراها الخزنة. المفتاح ده تحطه مكان المفتاح وتلف الزراير على النمر اللي هقولك عليها. لو بيبس وصل ما تخافش، هتلاقيه جاي سكران ومتطوع ولوحده. الله يخرب بيتك يا مرسي، هو ده اللي جاي لوحده؟ نفسي في ثلاث ارقام وشبه بعض ثلاث ستات يا سيدي. ايه؟ لا شوف بقى، لو النمره ستات تبقى ست ستات. طب بقول لك ايه، اللي خلص لك الفيلم ده تدفع له كام؟ 2000 جنيه. دي مش اقل من 25000 جنيه. ايه 25000 ليه؟ هم 5000 جنيه ما فيش غيرهم، اديهم لك وخلص انت موضوع النمر ده. يا عم سيب الموضوع ده عليا، انا وطارق هنظبطه، بس انت جاز بفلوسك.
في صحة فلوسك يا ماما. بجد والله القعده من غير ويسكي يعني مش هنقضيها بس. حالا يا عم قوم اجيب لك ويسكي من المكتب جوه. لا 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 لا, لا, لا. البيج سترايكس بص ما يقومش معروفه في كل حته. انا اخش اجيب. هو ده هو ده يا بص. استغفر الله العظيم يا زمن لعبي وعن الخداع عليكم والطيب فيه بيقولوا عنه تغف واخينا في قلبه ما بدأوا ماشي طريق بدأوا لو حس النار تلسعه ببرود يقول لها هف معقولة في حد الزمان ده بالزمة زيه